هنعمل محشي كوسه بالفريك واللحمه. عندنا فريك موجود في كل حته واسعاره حلوه جدا وبسيطه. هناخد قطعه لحمه قليله جدا، ممكن ربع كيلو لحمه حتى هيمشي معانا الموضوع ده. عندي كوسه، بصل، ملح وفلفل قرفه، جنزبيل وشويه سمنه. وهنبدا الاول نسوي الخلطه. الحشوه اللي هعملها انا هعملها حشوه بره وجوه، يعني انا هعمل منها حشوه، هحشي جوه الكوسه والباقي هخليه بره. معلقه من السمن اسخنها بس شويه. بص بقى انا كده احط البصل، انا حطيت كده شويه ملح على البصله، دي حوالي ما كملتش كوبايه من الفريك ونقعتها، نقعتها لمده ساعتين. ادي كده البصله، هنزل بقى اللحمه المفرومه، ربع كيلو ونص كيلو زي ما انت عايزه، وهنزل عليه جنزبيل. هسيب بقى اللحمه هنا تستوي واوريك ازاي نقور الكوسه. هاخد الكوسه اللي انا قورتها دي عشان ما تترميش طبعا، وهي حاجه مغذيه جدا، احطها فوق اللحمه كده وانزل عليها الفريك وشويه من الميه واقلبها واسيبها تتشرب مع بعض، وابدا احشيها بالخلطه بعد ما قلبتها شويتين، يعني مش كل السوا كامل. انا حطيت شويه في الارضيه من الحشوه، وبدات ان انا احط عليها شويه كتير، يعني مالها نص الصينيه بالحشوه لو تاخدوا بالكم، يعني بص نص الصينيه بالحشوه كده، وببدا ارغس فيها الكوسه اللي بحشيها بالشكل ده كده. هديها بقى شويه ميه صغيرين علشان ايه اكمل سوا الكوسه وسوا شويه من الفريك.